إذن يبقى عندنا سؤال مهم، ما هو السبب اللي بيدفع شباب أغرار لسه في بداية عمرهم، ما تجاوز سن أو ما تجاوز سن أحدهم 20 سنة، ما الذي دفعهم إلى ارتكاب هذه الجرائم التي يستبشعها ويستقبحها الكبير والصغير، بل يستقبحها حتى الكافر الذي لا عقل له ولا دين له يستقبحها، بل قد تستقبحها حتى بعض الحيوانات؟ ما هو السبب اللي دفع هؤلاء الشباب إلى ارتكاب هذه الجرائم والفظائع والصنائع القبيحة المقبوحة؟ السبب كتب غرتهم وشخصيات أضلتهم، لأنهم ما قدموا على فعل هذه الفعائل إلا انطلاقا من عقيدة ومن فهم راسخ أن هذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يبتغون به وجه الله عز وجل. الليلة هم لما قتلوا من قتلوا وأفسدوا ما أفسدوا وروعوا من روعوا وشوهوا صورة الإسلام أيما تشويه، لما فعلوا الأشياء دي كلها ما فعلوها من باب الخطأ، ولا فعلوها من باب إنهم عندهم محبة إلى رؤية الدماء وإزهاق الأنفس، لا، إنما فعلوا ما فعلوا ابتغاء وجه الله عز وجل بظنهم الفاسد. طيب، السبب اللي خلاهم يظن هذا الظن كتب قرؤوها، وعلى سبيل المثال كتاب ظلال القرآن لسيد قطب، وأيضا كتاب معالم في الطريق، وكتاب العدالة الاجتماعية وغيره من مؤلفات سيد قطب التي كتبها أو كتب بعضها في السجون المصرية. واعترف أحد كبار قادة الإخوان المسلمين أن هذه الكتب تحمل التكفير في العصر الحديث، هذه الكتب اعترف الدكتور القرضاوي بأنها تحمل التكفير، بل تغذى الشباب الذين يحملون فكرة التكفير على هذه الكتب. إذن يبقى عندنا السبب الذي غرر بالشباب وأضلهم هذه الكتب وغيرها من كتب ورسائل الإخوان المسلمون، التي خرجت جماعات ومجموعات وفرق في هذا العصر فأفسدت ما أفسدت وأضلت ما أضلت وشوهت صورة الإسلام أيما تشويه. كل هذه المجموعات التي خرجت كمجموعة القاعدة ومجموعة جبهة النصرة وتنظيم داعش وغيرها من التنظيمات اللي خرجت باسم الإسلام، إنما خرجت انطلاقا من تلك المؤلفات التي كتبها ذاك الرجل وغيره كالمودودي وسعيد حوي وغيرهم من دعاة الإخوان المسلمون في العصر الحديث. وهذا الفكر، الفكر الإخواني الذي أنتج لنا ما أنتج، هو امتداد لفكر الخوارج الأوائل، هو امتداد لذاك الفكر الأول الذي بدأه من بدأه من السيئين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وامتد القتل ولم يتوقف إلى اليوم. عموما هذه كتب شخصيات الآن دعاة الفتن الموجودين على الساحة، منهم من يؤجج فتن التكفير ويؤز الشباب أزا ويدفعهم دفعا ويسهل لهم الخروج لما يسمى بالجهاد اللي في المالي والجهاد في فلسطين والجهاد في أفريقيا الوسطى وين وغيره من الفساد الواضح الذي لا علاقة له بالجهاد الشرعي
الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وسلف هذه الأمة. وصية القحطاني. بالله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.